معادنا مع فقرتنا الأسبوعية مع زميلتنا. لا مش لمياء حمدين. تعال نروح دلوقتي نشوف حاجة تقرير تاني مختلف. مينا، في المجال العلمي دايما بنشوف نماذج مصرية مشرفة، مش بس جوه مصر لا، وكمان بيشرفونا على المستوى العالمي. النهاردة معانا نموذج قدر يثبت نفسه لدرجة انه حجز لنفسه مكانة مميزة في مجال الطاقة النووية، مش جوه مصر لا، بره مصر. صحيح، المهندس مينا سامي شاب مصري قدر انه يترأس مشروع سفراء التعليم النووي الروسي. المشروع ده ربما بيستهدف التعريف بأهمية دراسة التكنولوجيا النووية الروسية، وبتكون الفريق ده من 55 شخص مكونين من 25 دولة. بمشاركة 25 دولة حول العالم، يترأس المهندس المصري مينا سامي مشروع سفراء التعليم النووي الروسي، والذي يستهدف تعريف الجمهور والطلاب على وجه التحديد بأهمية دراسة التكنولوجيا النووية الروسية. يتكون الفريق من 55 شخصاً من 25 دولة من مختلف العالم، حيث يتولى المهندس مينا سامي مدير سفراء التعليم النووي بروسيا وصاحب 25 عاماً وضع الخطة الكاملة لكيفية التعريف أكثر بالطاقة النووية واستخداماتها. العقبة الأولى التي واجهت الطالب مينا في عام 2014 بعد أن حصل على 92% في الثانوية العامة ليصطدم بالتنسيق الذي أخرجه من المعادلة بشكل كبير. لذا كان الاختيار أن يبدأ الدراسة في المجال الذي يحبه، ولكن في إحدى الجامعات الخاصة دون الالتفات للعقبات والإحباطات، حتى جاء عام 2018 حيث كانت الخطوة الأولى نحو الحلم بعد قرار أن يستكمل دراسة البكالوريوس من جامعة تومسك الروسية، ونجح في الحصول على الدرجة العلمية اللازمة في مصر وروسيا. وجاءت الخطوة التالية دراسة الماجستير للتخصص أكثر فأكثر، وأثناء دراسة الماجستير تلقى التدريب في مفاعل الجامعة البحثي لمدة فصل دراسي كامل، بالإضافة إلى حصوله على تدريب آخر في المفاعلات البحثية والعلاج بالإشعاع. خلال فترة تدريب قضاها في عام 2021 لفت انتباه رئيسة القسم، والتي عرضت عليه العمل في مشروع خاص بالشركة النووية، وهو ما حدث بالفعل، والتحق بالمشروع في نفس العام وأصبح رئيس المشروع في أكتوبر عام 2022. حصل المهندس مينا على درجة هندسة محطات الطاقة النووية وماجستير في الفيزياء النووية قسم هندسة مفاعلات الطاقة النووية في البلازما والتخلص من النفايات النووية، وهو الآن في مرحلة الحصول على درجة الدكتوراه في ذات التخصص، ويأمل حالياً أن ينجح يوماً ما في العمل بمحطة الضبعة النووية في مصر، وأن يساهم ولو بجزء بسيط في تعريف الناس بأهمية الطاقة النووية وإيجابيتها، وكيف يمكن أن تساهم في حل أزمات مختلفة وكبيرة تواجه البشر.